لكن قبل أن أنتقل أود أن أنا أشير لحضراتكم إلى لفتة واجبة، أننا ونحن نتولى مسألة الفحص ربما حينما وقفت أمام الإعلام المصري في عام 2014 متحدثا أيضا عقب تقديمنا لأوراق الترشح آنذاك، قلت أننا قد صادفنا أمورا تستحق أن نشير إليها أثناء عملية الفحص. أيضا استصحابا لهذا المعنى أقول لحضراتكم أننا أيضا صادفنا بعض الأمور التي تشير إلى معاني لن أطيل على حضراتكم فيها، ولكن سوف أشير إلى مثال واحد في هذا الصدد، أننا عندما قمنا بالفحص كان هناك العديد من المواطنين والمواطنات الذين بلغوا مبلغا كبيرا في العمر، ندعو الله لهم بالصحة والعافية، ورغم ذلك آثروا أن يتوجهوا بأنفسهم إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير نماذج التأييد إلى طالب الترشح. نموذج وحيد أشير إليه، طبعا حضراتكم اطلعتم من خلال وسائل الإعلام عن الوالدة الفاضلة في الشرقية التي حررت نموذج تأييد لطالب الترشح وقد ناهزت 100 عام. أشير أيضا لسيدة أخرى تدعى ناجية، وليست ناجية، ناجية كريمش حمد، محل إقامتها في الضبعة في محافظة مرسى مطروح، وكان لافت للنظر ونحن نفحص هذا العدد الكبير جدا اللي هقول لحضراتكم قد ايه نماذج تأييد وردت وما هو العدد الذي تم فحصه، وهو يختلف بالقطع عما تم تقديمه، لكن استوقفني وانا افحص ان هذه السيدة نادية كريمش حمد من الضبع في محافظة مرسى مطروح والتي توجهت الى مكتب الشهر العقاري مكتب توثيق الضبع يوم 11/1/2018 انها من مواليد 10/1/1918، فهي توجهت في اليوم الاول لبلوغها 100 عام. يعني كانت المفارقه اللي استوقفتني هنا ان هي مواليد 10/1/1918 وتوجهت يوم 11/1/2018 لتحرير نموذج التأييد إلى السيد عبد الفتاح السيسي، فنتوجه لها ولكل الذين حرروا نماذج التأييد خاصة أولئك الطاعنين في السن الشيوخ من الرجال والسيدات الذين يعني تحملوا مشقة وكلفة التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير نماذج التأييد، أتوجه لهم باسم طالب الترشح بكل تقدير وامتنان وشكر في هذا الصدد.